السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. تعزيزا للتعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا، إطلاق مشاريع استراتيجية ذات طابع اقتصادي وتجاري، وتأكيد على ضرورة الإسراع في إنجاز آجال تفعيل للحركة التنموية وضمانا لخدمات تجارية تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. عيادة متعددة الخدمات بعين الصفراء بولاية عامة مجهزة بأحدث الوسائل الطبية ضمانا للرعاية الصحية وتجنبا لتنقلات المرضى إلى مؤسسات مجاورة. في المشهد الفلسطيني، شهداء وجرحى في القصف الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة من غزة، ومنظمات دولية تحذر من مغبة استفحال المجاعة في القطاع. أهلا بكم مجددا. بداية وفي إطار تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين الجزائر وموريتانيا، أشرف أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على تدشين وإعطاء إشارة إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية. وليد صاري. الجزائر موريتانيا شراكة استراتيجية متينة تعكس الإرادة السياسية القوية لقائدي البلدين السيد عبد المجيد تبون وأخيه السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، شراكة عرفت العديد من مجالات التعاون وديناميكية وانتعاش ملحوظ ترجمته جملة من مشاريع التي أطلقت على الميدان والتي يسعى من خلالها البلدان إلى تعزيز حركية اقتصادية تساهم في تنمية المناطق الحدودية بين البلدين الشقيقين. ومن تندوف تجلت ركائز التقارب والتعاون الثنائي بتدشين معبرين حدوديين ثابتين بين الجزائر وموريتانيا. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة السيد محمد الشيخ الغزواني تابع عرضا مفصلا حول المعبرين الحدوديين وكذا مشروع إنجاز طريق تندوف الزويرات اللذان يتوفران على كافة المرافق الضرورية، ومن المنتظر أن يحقق حركية اقتصادية واعدة والدفع بوتيرة التنمية بالمناطق الحدودية والرفع من حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا محفاة من جميع الأعباء الضريبية والجمركية. إن شاء الله احنا مع أخي فخامة الرئيس الموريتاني الحاج محمد والشيخ الغزواني باش نوضع الحجر الاساس لهذا الطريق. نتمنى باش تكون فيه السرعه القصوى في انجاز هذا الطريق اولا انطلاقا من اليوم. بارتير دوجوردوي لي زونجان ما يتحبسوش ان شاء الله. لا هو ان شاء الله pour le l'approvisionnement tout le reste je crois qu'on est متفاهمين مع وزير النقل بوزو كان بروبليم صح. وبلس الشركات كلها شركات جزائريه كلها جزائريه ان شاء الله. مبروك علينا ان شاء الله احنا وموريتانيا ان شاء الله. الطريق هذا غادي يفتح افاق اخرى. الرئيس الموريتاني اثنى على الجهود التي تبذلها الجزائر قصد تعزيز التعاون الثنائي. انا اشكر اخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على إنجاز هذا الطريق الرابط بين تندوف وزويرات، ومن ثم كما رأينا في العرض سوف ينطلق إلى محطات أخرى مهمة جدا لإرادة فخامة الرئيس. وعندما التزم لي شخصيا بأن هذا المشروع سوف يرى النور عن قريب، رغم أنه كان دائما في الماضي يحكى عنه
لكن فخامة الرئيس أخي عبد المجيد قرر أن يكون مشروعا يرى النور ونلمسه ونستفيد منه وفعل. وأشكركم فخامة الرئيس ومثل ما قلتم مبروك عليه. فضاء آخر للتعاون التجاري والتبادل الحر بين البلدين الشقيقين، حيث وضع قائدي البلدين حجر أساس مشروع إنجاز المنطقة الحرة تندوف على الحدود الجزائرية الموريتانية، والتي تقع على بعد 75 كيلومتر عن مقر الولاية وتتربع على مساحة 200 هكتار، وسوف تنجز على عدة مراحل وتضم العديد من المرافق الخدماتية وتحتضن شركات ومؤسسات اقتصادية. فهمت الرئيس، إذا كان موريتانيا مثلا من العادة نتاعها تستورد 100,000 طن سكر، نحبسوا بلي 100,000 طن سكر تفوت منا سون تاكس سون ريان، بار تريماس ولا بار سيماس ولا بار دونك لي دو بيي نو سيرون با بريفي دو لا برودكسيون تاع لي دو بيي، شعب واحد، ونتمنى ان شاء الله باش نمشوا الى ابعد من هاد الامور. هذه وضحها انت، قرار مكتوب ان اريتي انتر مينستريال كي بو اتر بري بار ان ديكري دو برومي مينيست موريتانيان دو برومي مينيست الجيريان سور تو لي ديتاي، كما يقولوا لو ديابل دون لو ديتاي، باش ما بور كيني حتى ضبابة ماشي غيام اوكان كونتونسيو نو بونيتر دو سات زون. من جهته أكد الرئيس الموريتاني على أهمية مشروع منطقة التبادل الحر حتى نتخذ الإجراءات مسبقا بخصوص منطقة التبادل الحر بين الجزائر وموريتانيا. أعتقد أنه في إطار الشراكة التي تجمع البلدين وبفضل ديناميكية وخبرة الجزائر سيكون المشروع في الأجل المحددة. أغتنم اليوم الفرصة لأشكر الجزائر ورئيسها على مبادرتها المهمة التي من شأنها خلق الاندماج والتكامل، وهو ما يسمح لنا بالمضي قدما لاستغلال فرص أخرى في إطار تقوية مبدأ الأخوة والجوار. ونحن فخورون اليوم أن تكون الجزائر بلدا فعال في المنطقة. ومن المشاريع المهيكلة والهامة بين البلدين مشروع إنجاز طريق تندوف من الجانب الجزائري والزويرات من الجانب الموريتاني، الذي أشرف قائدي البلدين على إعطاء إشارة انطلاق هذا الشريان الاستراتيجي الذي سيمتد على مسافة 840 كيلومتر، والذي ستشرف على إنجازه مؤسسات جزائرية، مشروع من شأنه تقليص المسافات وسيكون جسر تبادل بين الجزائر ونواقشط. تحسب الاحتضان الجزائر للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز نهاية الشهر الجاري، التلفزيون الجزائري يصد أهمية قمة الجزائر من مقر منتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة، مع موفد التلفزيون إلى قطر وسيلة بوشارب. نحن متواجدون بمقر المنتدى منتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة للحديث عن قمة الجزائر المقبلة. للمزيد حول هذه القمة ومهام المنتدى يحضر معي السيد أحمد مصطفى مدير الشؤون العامة أو الدولية والعلاقات العامة بالجي إي سي إف. مرحبا بك أستاذ أحمد بالتلفزيون الجزائري. في البداية أهلا بحضرتك في مقر منتدى الدول المصدرة للغاز، وسعيد جدا بمقابلة حضرتك النهاردة. أستاذي، لا تحدثنا عن مهام المنتدى بالضبط يعني، وتعطينا بعض تفاصيل تقنية حول المنتدى. هو منتدى الدول المصدرة للغاز بيتكون من 19 دولة، منهم 12 دولة أعضاء أساسيين أو أعضاء كاملين، وسبع دول أعضاء مراقبين. المنتدى بشكل عام هو بيوفر منصة حوار للدول الأعضاء بشكل كامل، وبيعمل على تبادل الخبرات وتبادل البيانات والمعلومات فيما بين الدول الأعضاء، بالإضافة لبعض المواضيع التخصصية والتكنولوجية
المتعلقة بصناعة الغاز بشكل عام. ماذا عن الكوادر أستاذ، الإطارات اللي شغالة بالمنتدى يعني حاضرين معاكم من كذا دولة يعني على حسب ما شفت؟ بالنسبة لمديرين إدارات المنتدى هم فعلا من دول عديدة زي ما مدام وصيلة قالت لنا دلوقتي. احنا عندنا من دول إيران، فنزويلا، روسيا مديرين إدارات. أستاذ، المنتدى يعمل حاليا على المشاركة في تحضير قمة الجزائر، كيف تجري التحضيرات؟ طبعا هي العمل تم بالاشتراك مع الجانب الجزائري على مدى شهور عديدة، يعني الموضوع ممكن بنحضر له من حوالي 3 شهور أو أكتر. فهو فريق عمل مشترك ما بين المنتدى وما بين الجزائر، وفي نفس الوقت الجزائر بترقص مجموعة العمل القائمة على هذه التحضيرات إن شاء الله لنعقدها في الجزائر إن شاء الله. ماذا تتوقعون للقمة السابعة؟ طبعا هي القمة هي تعتبر أرقى منصة حوارية ما بين الدول أعضاء المنتدى. بشكل عام المنتدى بينقسم لقمة ودير رؤساء جمهوريات، وبعديها على طول بيبقى اجتماع وزاري واجتماع مجلس تنفيذي. فيعتبر القمة الرئاسية طبعا هي أرقى الأحداث في المنتدى، وبتنعقد كل سنتين. ماذا يمكننا أن نتمنى للقمة؟ طبعا هي القمة السنة دي عندها كل عناصر النجاح، وبنأمل إن شاء الله أن هي من أنجح القمم للمنتدى إن شاء الله في شهر مارس في الجزائر. شكرا لحضرتك. أستاذ أحمد مصطفى، مدير شؤون الدولية والعلاقات العامة بالمنتدى الدول المصدرة بالغاز، شكرا لك، كنت معنا من الدوحة. تثمينا لمشاريع وابتكارات الطلبة ودعمها لولوج عالم الأعمال، تعمل الوزارات الوصية على مرافقة الشباب المبدعة حاملي المشاريع، خاصة أصحاب المؤسسات الناشئة. العينة من جامعة باتنا مع يونس الكحلديب. عشرات النماذج والمشاريع المبتكرة يعمل عليها طلاب جامعتي باتنا، منها الإيكولوجية، الاقتصادية، وكذا نماذج متعددة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. خدمنا بالذكاء الاصطناعي ان سيركو نتحكموا في الكوموندي في لاشيز رولونت مارش افون، كي يحرك رقبته هكا افون يمشي افون، يدير هكا يدور ادروات، يدير هكا يدور اغوش، يدير هكا يدير ستوب. شومبر فرواد هذه تخدم في بلاصه الباتري، احنا خممنا باش نستوكيو في بلاصه الانرجي نستوكيو البرد. يعني فيها دو شومبر، فيها شومبر نيجاتيف وفيها شومبر بوزيتيف. الشومبر نيجاتيف هي اللي راح في بلاصه في النهار راح تستوكي البرد تلحق حتى الموان 40، وهي اللي راح توزع الغرفه الثانيه في الليل. مراكز تطوير المقاولاتيه ومخابر الذكاء الاصطناعي التي اضحت الملاذ المفضل للطلاب والاساتذه لما لها من قيمه علميه واقتصاديه. هذه الفضاءات الجديده والمستحدثه التي هي صيغه جديده من اجل تحسيس الطلبه بالمقاولاتية وبدور المقاولاتية في خلق الثروة ومناصب الشغل، وبالتالي تقديم قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والوطني. ولتفعيل دور الجامعة للإسهام في التوجه الاقتصادي الجديد، مرافقة السلطات الوصية لمشاريع الطلبة بغية إخراجها من المحيط الجامعي إلى المحيط الاقتصادي. كلها هياكل هدفها هو مرافقة كل أصحاب المشاريع مهما كانت مجالات نشاطتهم، سواء كانوا شركات ناشئة أو الشركات المصغرة، لأننا ندرك أن المرافقة تلعب دور كبير جدا في نجاحك. عدد كبير اليوم من شركات من أصحاب المشاريع على مستوى جامعة باتنا تمكنوا من الحصول على اللابل علامة شركة ناشئة، وهذا الشيء نشجعه، لأنه من خلال الحصول على هذه العلامة راكم تدخلوا في الرادار تاع الوزارة تاعنا، معناتها نتعرفوا عليكم أكثر ونتمكنوا من الاستجابة بشكل أفضل لمتطلباتكم خاصة فيما يخص التمويل. نماذج متعددة الخدمات وابتكارات تجعل من الجامعة قاطرة لاقتصاد متين.
إحياء تلاحم الجيش مع شعبه نظم المجلس الأعلى للشباب بولاية مستغانم ملتقى تمكين الشباب الجزائري في ظل المقاربة السياسية والاقتصادية الذي كان فرصة سانحة لتشجيع الشباب وتكريمهم في إطار مسابقة مجلس الشباب المبتكرين في الأوساط الجامعية. المتابعة لمحمد سلمية. هو جانب من معرض الابتكار الذي أبدعت فيه كفاءات شبابية تنوعت مشاريعها حسب طبيعة مستغانم الفلاحية والسياحية وأفكار ذات أبعاد رقمية. الابتكار الذي ابتكرته منتجع سياحي جبلي إيلاجي، جميع مكوناته سليقة البيئة، مصنوع من الخشب والزجاج. ضمن كومبليمون اليمونتار بور لي دولور ارتيكيلاسيون اوس كارتيلاج اللي شوفو اللي ريت. خلقنا مولود جديد الحمد لله، انه الازولا نستخدموها كتصفيه مياه الصرف الصحي اللي راهي تهدر في الوديان وتشوه المناظر تاع الشواطئ تاعنا. هذه الدراسات من شانها انها تساعد صاحب المشروع انه يتعرف على المشروع تاعو من كل زواياه بجوله افتراضيه، تسهل ايضا ان نحقق صفقه ذكيه ومستدامه. تمكين الشباب الجزائري كقوة اقتراح للمساهمة في الحياة الاقتصادية والسياسية تجسيدا لمعالم الجزائر الجديدة هي من بين الأفكار التي تم التأكيد عليها ضمن هذا اللقاء. فعالية اليوم عندها رمزية كبيرة، رمزية الحدث الذي نحتفل اليوم بمناسبته، ورمزية الانخراط الكامل لمختلف مستويات السلطة في منح دعم الشباب ودفعه للابتكار وللولوج في الحياة الاقتصادية والحياة السياسية. في الجزائر هناك العديد من المبتكرين والمبدعين الذين لديهم يعني طموح من أجل تجسيد أفكارهم على أرض الواقع والخروج بها إلى أرض الميدان من أجل تسويقها سواء محليا في الجزائر أو دوليا في باقي دول العالم. وتعزيزا لروح المواطنة قوامها رابطة جيش أمة، نظمت حملة تشجير بحديقة مستلند إضافة إلى تقديم استعراض من مختلف الأسلاك الأمنية. هذا وتم بالمناسبة تتويج الفائزين بجائزة مجلس الشباب المبتكرين في الأوساط الجامعية. الهياكل الصحية بولاية النعامة استفادت من عمليات إعادة الاعتبار وتدعيم التأطير الطبي وتجديد التجهيزات من أجل توفير التغطية الكافية في عديد التخصصات وتقديم العلاج المناسب للمرضى في أسرع وقت وتجنبهم التنقل إلى المؤسسات الصحية الكبرى. ريبورتاج لمصطفى دحاوي والقراءة لعبد المجيب شادلي. سعيا منها لتقريب الخدمات الصحية وتخفيف الضغط عن المستشفيات، تدعمت بلدية العين الصفراء بعيادة متعددة الخدمات بها كل التجهيزات الضرورية للتكفل الأمثل براحة المريض. هذا المرفق يعني تاع متعدد الخدمات تاع الصحة الله يبارك، حاجة زينة فايدة للبلاد في كل يعني الله يجازي الطب إن شاء الله، يعني الطب متوفرين، يعني الراديو التعيار كل شيء راه متوفر في هذا المرفق، يعني هذا حاجة زينة كنا نتسنوها. الصرح العظيم هذا إن شاء الله، الصرح هذا زاد في البلاد وهذا الصرح كنا نتمنوه، يخصنا مستشفى نتاع أمراض السرطان. الحق تاع ربي ولاية النعامة تفتقد لهذا الصرح. ولضمان نجاعة التسيير وتسهيل الولوج إلى الهياكل الصحية تم رقمنة ما يقارب 90% من المؤسسات الصحية بالولاية. الحمد لله اليوم راه كاينه الرقمنه، تعرف التور تاعك، تعرف وقتاش تفوت، ودنا الراديو والحمد لله يا رب العالمين. الرقمنه الان اصبحت شيء عادي بالنسبه لنا، سنطور هذه الرقمنه لتسهيل الخدمه للمريض، وفي نفس الوقت يجب أن تكون هذه الرقمنة مرآة لعصرنة قطاع الصحة، وذلك ما سيخدم المريض ويخدم الطبيب ومستخدمي قطاع الصحة. هو مخطط استراتيجي يهدف إلى تفعيل الخدمات الصحية وإشراك الأيام الدراسية إلى جانب الحملات الوقائية مع مراعاة خصائص كل منطقة. ومن ولاية غردايا انطلقت قافلة تضامنية تضم مساعدات إنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين من تأطير الهيئة العليا لأعيان وعشائر وادي مزاب بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائرية والمصالح الولائية. أمين شقبقب والتفاصيل. منذ انطلاق مبادرة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة لم تتوقف التبرعات من قبل المواطنين والجمعيات هنا بغردايا،
فالمحسنون يعتبرون أن هبتهم أقل ما يمكن تقديمه نصرة للأشقاء في فلسطين. اشتراك مع الحلقات العزابة وكذا الجمعيات وكذا العشائر، كل سكان ولاية غردايا هم شركاء في هذه العملية التضامنية. وطبعا لا ننسى بهذه المناسبة أن نتقدم بتشكراتنا إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إتمام هذه العملية، ونخص بالذكر طبعا سيادة الوالي وكذا السيدة حملاوي رئيسة الهلال الأحمر الجزائري. القافلة التضامنية تضم خيما وأسرة وأفرشة إضافة إلى مواد غذائية وطبية. الحمد لله وفقنا الله لهذه العملية التضامنية لأخواتنا في غزة، كل سكان ولاية غردية شاركوا فيها. الحمد لله وفقنا الله لتحضير 100 خيمة و500 سرير، 1400 أغطية وأفرشة منها وأدوية كذلك التمر. كل هذه المساعدة تذهب إلى بليدة إلى المركز التجميع لكل مساعدات لأهلنا في غزة. شكر لله سبحانه وتعالى وسيد الأعيان غردايا وأيضا سيد والي غردايا، ونشكر الجيش الشعبي الوطني الذي ساعدنا بالطائرات، كل المساعدات من الجزائر إلى العريش. صور جميلة ومواقف مشرفة تؤكد دعم ووقوف الجزائر حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. في النشاط الحزبي عقدت اليوم حركة البناء الوطني الدورة العادية الثانية لمجلس الشورى بحضور رئيس وإطارات ونواب الحركة. أكد خلالها عبد القادر بن جرينا أن الجزائر وبفضل عزيمة رئيس الجمهورية قد تجاوزت المؤشرات الحمراء وهي ترسي ركائز التنمية الحقيقية التي تشهدها الإنجازات على كل الأصعدة لتجسيد مشروع الجزائر الجديدة. إننا نعقد اجتماع مجلس شورانا الوطني من أجل تعميق التشاور وفي ظرف من التحولات الإقليمية، ولقد سبق لنا في مناسبات كثيرة أن أكدنا أن الجزائر بفضل السياسات المنتهجة من طرف الدولة وعلى رأسها عزيمة ورؤية رئيس الجمهورية الأخ عبد المجيد تبون، بفضل كل ذلك قد تجاوزنا المؤشرات الحمراء وخرجنا في وقت قياسي من مرحلة المراوحة في المكان الواحد، وأصبحنا يوما بعد يوم نرسي ركائز التنمية الحقيقية. حزبيا دائما استعرضت الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنوم من ولاية بومرداس الوضع في غزة الصامدة، وأكدت أن مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن استطاع أن يعزل أمريكا الراعية والداعمة للكيان الصهيوني، كما ثمنت دور وسائل الإعلام الجزائرية التي جعلت من الوضع في غزة أولوية. سفيرنا لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن عنده الحق لما صرح بعد رفض المشروع نتاع الجزائر بسبب الفيتو الأمريكي، صرح سنواصل مدام الشعب الفلسطيني تحت القصف ومدام هذا الكيان يواصل عدوانه، نحن سنواصل إلى غاية أن يتوقف هذا العدوان، ونكثف المجهودات على المستوى الرسمي من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني. أمنيا وفي إطار المحافظة على الأمن الغذائي والصحي ومحاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة واحتكار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، تمكنت فرقة الأبحاث بخميس الخشنة من توقيف جماعة إجرامية وحجز كمية معتبرة من مادة الحمص الموجهة للمضاربة. في إطار المحافظة على الأمن الغذائي والصحي ومحاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة واحتكار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، تمكنت فرقة الأبحاث بخميس الخشنة من توقيف جماعة إجرامية وحجز كمية معتبرة من مادة الحمص موجهة للمضاربة. تعود واقع القضية إلى قيام أفراد فصيلة الطريق السيار شرق غرب بخميس الخشنة بخدمة شرطة الطريق، أين تم توقيف شاحنة كانت قادمة من إحدى ولايات الشرق الجزائري، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيش المركبة تم معاينة 45 قنطار من مادة الحمص معبأة داخل أكياس بوزن 50 كيلوغرام مموهة ب 12 كيس من نفس اللون والحجم بداخلها طحين لنواة الزيتون.
أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص وحجز 90 كيس من مادة الحمص بوزن إجمالي قدره 45 قنطار وحجز الساحنة. تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة. إلى أحوال الطقسية الآن، وحسب نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، يرتقب سقوط أمطار تكون رعدية في بعض الأحيان ومنفوقة محليا بحبات البرد ومصحوبة برياح على عدة ولايات شمال البلاد، وذلك يومي السبت والأحد. وتخص هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة برتقالية ولايات تلمسان، عين تيمشنت، وهران، مستغانم، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، تسمسيلت، تيارة الطارف والسعيدة، حيث من المتوقع أن تتراوح كميات الأمطار ما بين 20 و 40 ملمترا، وقد تتجاوز محليا 50 ملمترا خلال فترة صلاحية هذه النشرية التي تمتد من منتصف الليل إلى غاية الساعة 6 مساء من يوم غد السبت. كما تخص ذات النشرية كل من ولايات الشلف، تيبازا، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، عين فلا، البوليدة، المدية، والبويرة، حيث ستتراوح كمية الأمطار ما بين 20 و 40 ملمترا خلال فترة صلاحية هذه النشرية التي تمتد من الساعة 6 صباحا إلى غاية 9 ليلا من يوم غد. أما على مستوى ولايات بيجاية، جيجل، سكيكدا، من المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار بها ما بين 20 و 40 ملمترا. هذا ويرتقب تساقط ثلوج يومي السبت والأحد على المرتفعات التي يفوق علوها 1100 متر، وتخص النشرية التي صنفت في مستوى يقظة برتقالي كل من ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، شمال الجلفة، الأغواط، البيض، وتيسمسيلت، حيث من المرتقب أن تتساقط بها الثلوج بسمك ما بين 15 سنتيمترات. كما وضعت ولاية تيزي وزو، البويرة، برج بوعرريج، الصيف، بجاية، جيجل، ميلا، قسنطينة، أم البواقية، سوق هراس، باتنا، خنشلة، وتبسة في مستوى يقظة برتقالية، فيما سيبلغ سمك الثلوج المنتظرة فيها ما بين 15 سنتيمترات حسب نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية. إلى المشهد الفلسطيني الآن، وفي تطورات الوضع بغزة، ارتكب الاحتلال الصهيوني 10 مجازر مروعة بحق العائلات الفلسطينية في القطاع، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد و160 جريحا خلال 24 ساعة الماضية، فيما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم بكل من رفح جنوب القطاع ودير البلح والزويدة وحي الزيتون وسط غزة في قصف صهيوني مكثف. يحدث هذا في الوقت الذي عمت المجاعة معظم سكان القطاع، ما دفع بمنظمة الصحة العالمية إلى القول أن الوضع في غزة بات لا إنسانيا في ظل استحالة الحصول على الغذاء والماء والدواء. إلى ذلك استشهد اليوم فلسطينيان وأصيب 10 آخرون في غارة للاحتلال الصهيوني استهدفت مركبة في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. هذا واستنكرت الرئاسة الفلسطينية الخطة التي بدأ يروج لها الكيان الصهيوني تحت مسمى اليوم التالي للعدوان على غزة. هذا وأكدت الرئاسة الفلسطينية ردا على الخطة الصهيونية المشؤومة أن غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن أي مخططات لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في قطاع غزة سيكون مصيرها الفشل. هذا وقد رصد لنا مراسل التلفزيون الجزائري وسام أبو زيد الأوجه المظلمة للكارثة الإنسانية في القطاع. لم تجد هذه العائلة الفلسطينية بمدينة رفح جنوب القطاع مأوى لها سوى أقفاص الدجاج لتعيش فيها، وهو ما يعكس مدى حالة الفقر المدقع وصعوبة الحياة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي بعد أن فقدوا منزلهم بغزة ونزحوا مرات عدة ووجدوا في أقفاص الدجاج ملجأ لهم لقلة وجود الخيام أو أماكن فارغة تأويهم. أسوأ من هيك الظروف إيش في؟ ما ضلش يعني أسوأ من هيك الظروف ما ضلش. بقول لك التكريم اللي احنا محل الدجاج وأقفاص الدجاج، يعني هذا مش حياة لبني آدم ولا بني آدمين، مش بني آدم واحد واثنين يعني.
عيلة خمس أسر، مش أسرة واحدة، خمسة أخوة، أولادنا وبناتنا ونسواننا كلنا، هيك شيء. فخيار هذه العائلة أصبح محدودا عندما ترى آلاف الخيام التي تأوي نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني منتشرة برفح، ولم يعد هناك فيها أماكن خالية سوى الشوارع والطرقات أو على أطراف المدينة قرب الحدود. ومهما اختلفت الأماكن لكن المعاناة واحدة، ظروف سيئة لا تليق بالبشر ولا بالتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني على مدار 75 عاما من احتلال فلسطين. وصلنا لحد الفقر المدقع ولحد الجوع، مش ملاقيين لا أكل لا شرب لا طحين لا مواد غذائية، لا في السوق ولا حتى في المساعدات، ما وصلتناش ولا مساعدة لحد الآن، ولا مساعدة دولية ولا أممية ولا عربية ولا إسلامية لحد الآن شفناها. إحنا قاعدين بنهرب من مكان لمكان. والأكثر خطورة هو تفشي الجوع والفقر والعطش والذين يؤد حتما إلى تفشي الأمراض في مدينة غزة وشمالها، في محاولة من الاحتلال للضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم قسريا، وهو ما جعل هؤلاء الأطفال أن يخرجوا عن صمتهم لمناشدة العالم لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة. أطفالنا لها حقوق، يجب أن نرفع صوتنا ونصل برسائلنا إلى كل العالم، أن أفيقوا أفيقوا أفيقوا، أطفالنا تقتل تذبح حقوقها تسلب. إحنا قاعدين هنا قاعدين بنموت، إحنا بدنا حقوقنا زي ما حقنا في التعالج وحقنا في اللعب وحقنا في التربية. فسياسة التجويع هي من أحد وسائل العقاب الجماعية التي يحرمها ويجرمها القانون الدولي والإنساني، وما زال الاحتلال الإسرائيلي يتعنت بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تاركاً الأطفال يموتون جوعا. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. وإلى الجزائر نعود، حيث أوصى المشاركون في الدورة 16 للملتقى الدولي للمذهب المالكي الذي اختتم أمس بأن الدفل بتعزيز البحث العلمي في مجال الأوقاف وتثمينها من أجل الاستفادة منها والتركيز على رقمنتها، وطلبوا أيضا صناعة الرأي في المجتمع بالإسهام في ترسيخ ثقافة الوقف وتوعية المجتمع بأهميته ووجوب رعايته عبر مختلف المنابر الدينية والتربوية والإعلامية والثقافية، مركزين أيضا على العمل من أجل توجيه المجتمع إلى توسيع دائرة الأوقاف لتشمل المجالات الاجتماعية والاقتصادية. تثمين جهود الدولة الجزائرية في إصدار مرسوم 21-179 الذي يقوم على إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي، وهذا من أهم النقاط، وهو تثمين هذا الديوان الوطني والأشغال هو قانونه الأساسي. نقطة ثانية أيضا تثمين جهود سادة المالكية في خدمة الفقه المالكي. إلى التذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة. تعزيزا للتعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا، إطلاق مشاريع استراتيجية ذات طابع اقتصادي وتجاري، وتأكيد على ضرورة الإسراع في آجال الإنجاز تفعيلا للحركية التنموية وضمانا لخدمات تجارية تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. تبانا في النشر عيادة متعددة الخدمات بعين الصفراء بولاية النعام مجهزة بأحدث الوسائل الطبية ضمانا للرعاية الصحية وتجنبا لتنقلات المرضى إلى مؤسسات المجاورة. في المشهد الفلسطيني، شهداء وجرحى في القصف الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة من غزة، ومنظمات دولية تحذر من مغبة استفحال المجاعة في القطاع. نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية، نشكر لكم طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.